ياسمين صبري بعد الانتقادات الكتير اللي واجهتها من كذا سنة وقت عرض مسلسل فرصة تانية، وبعدت خالص عن الساحة الفنية، لا مسلسلات ولا أفلام، وبقى شغلها أكتر في الإعلانات وبتكون موجودة في المناسبات الفنية. ما هي ذكية برضو علشان تفضل الناس فاكراها، بس الحماس رجع لها تاني، وهوب ياسمين رجع للسينما، ومش بفيلم واحد، دول 3 أفلام. وأول فيلم اللي قربت تخلص مشاهدها فيه فيلم أبو نسب مع محمد عادل إمام، وده يعتبر تالت تعاون بينهم بعد فيلم جحيم في الهند وليلة هنا وسرور، والمفروض إن فيلم أبو نسب هيتعرض في موسم أجازة الصيف. والفيلم التاني اللي هترجع تكمل تصوير مشاهدها فيه فيلم البعبع مع أمير كرارة، وده أول عمل يجمع بينهم، بس لسه ما تحددش هيتعرض إمتى. أما الفيلم التالت وده اللي هيكون بطولة مطلقة ليها، هو فيلم دليلة، واللي لسه متعاقدة عليه، واللي هيكون من إخراج بيتر ميمي.